كمان من احد يعني ده من احد انتصارات النادي الاهلي في الفتره اللي فاتت. كمان زي ما بتكلم النادي الاهلي كمان بي يعني ملف التجديدات للعيبه الحقيقه كمان ماشي بهدوء وبسلاسه كبيره جدا جدا، ونجاحات على مستوى تجديد طبعا بعض اللعيبه الاساسيه المؤثرين بشكل جيد جدا على النادي الاهلي في الفتره اللي فاتت، على راسهم طبعا حسين الشحات، واتكلمنا على رامي ربيعه كمان بيجدد، وياسر ابراهيم. يعني الحقيقه وحاف عند حسين الشحات شويه لان كان في جدل كبير جدا، وكان في على السوشيال ميديا كلام كتير على حسين الشحات في امور هاديه، وبعدين فجاه لقينا الامور اتقلبت 180 درجه، لا حسين هيمشي، لا مش موجود، لا في عروض من احد الانديه في السعوديه. وبالتالي انا بقول لحضراتكم ملف التجديدات العقود في النادي الاهلي ماشي بشكل احترافي جدا وبشكل هادي جدا وبشكل سلس جدا مع اللعيبه. يعني حسين الشحات اتقال ان هو اشترط على النادي الاهلي، مفيش الكلام ده، مش موجود يا جماعه في النادي الاهلي ان اللعيب يشترط على النادي الاهلي، ده مش موجود، مستحيل يكون موجود، لان زي ما بقول لحضراتكم ممكن هيكون في التفاوض العادي، والله انا بطلب من اداره النادي انها ممكن تحقق لي الهدف ده، في فرق ان انا بطلب وفي فرق ان انا لو ما عملتوليش كده مش همضي، في فرق كبير جدا ما بين واحد بيتفاوض والله انا محتاج ان احنا ممكن نزود بند ده او نغير في البند ده او ممكن ناجل البند ده على حساب البند، كلها دي امور تفاوضيه بتمشي في النادي الاهلي بشكل احترافي وبشكل سلس جدا. وزي ما بقول لحضراتكم يعني تجديد خاصه حسين الشحات يعني كان عليه بعض الدوشه شويه، ولكن الحقيقه مجلس اداره النادي الاهلي بيحسم الامور مع اللاعبين الثلاثه دول زي ما بقول لحضراتكم، وما حسيناش بحاجه غير مع حسين والسوشيال ميديا اللي اتكلمت عليهم، لكن زي ما بقول لكم المفاوضات كلها كانت ناجحه بشكل كبير جدا جدا، والنادي الاهلي زي ما بقول لحضراتكم الحقيقه بيدير هذا الملف بحكمه كبيره جدا جدا وبهدوء وبدون شوشره، قافلين على نفسنا كويس. في بعض الاخبار اللي بتطلع في السوشيال ميديا اصل ده عمل ده اصل عمل، كل دوت لا يلتفت ليه مجلس اداره النادي الاهلي الحقيقه ولجنه التفاوضات مع اللعيبه. وكلنا فاكرين اكيد حسين الشحات قد ايه كان يعني كان كين قوي وكان مهتم جدا وكان ماسك في النادي الاهلي من فترات يمكن فترات طويله، وكان مصمم ان هو يكون موجود في النادي الاهلي، والنهارده كمان حسين الشحات بيصمم ان هو يكون موجود في النادي الاهلي. حسين الشحات يعني كمان يعني بطولات كثيره جدا، 3 بطولات افريقيه في خلال الثلاث سنين اللي فاتوا، وبالتالي هو ده الاتراكتيف. في انديه كده عندها اتراكتيف، عندها يعني لما تتكلم مع لعيب او نادي بيتكلم مع لعيب ويكون هذا النادي صاحب بطولات كثيره جدا وصاحب شعبيه كبيره جدا والراجل ملتزم بحاجات كثيره جدا مع عقود اللاعبين والنواحي الماديه، وكمان عنده زي ما بقول لحضراتكم عنده تارجت دايما وعنده هدف الوصول للبطوله وشخصيه هذا النادي، كل ده بيفرق خلي بالكم في التفاوض مع اللاعب. الحقيقه زي ما بقول لحضراتكم على مستوى الدوري احنا الحمد لله ماشيين بشكل كويس جدا باذن الله، 5 نقاط بتفصلنا على حسم بطوله الدوري بشكل كبير جدا، وكمان عايزين ما ننساش كمان في ملف التعاقدات وموضوع حمدي